ما هي آخر التطورات هناك؟ نعم الأخت، الحقيقة الآن كما تسمعين من ورائي الهتافات قوية جدا تطالب السيد الكيب بالعدالة، كانوا يقولون قبل قليل يدعون يطالبون بالمساواة، يا قاضي القضاة نريد المساواة، عادوا نفس الجملة الآن، ويهتفون بالوحدة الوطنية ويهتفون بالعدل والمساواة وبتنسيم اللغة الأمازيغية كذلك. الآن الحقيقة يوجد ما لا يقل عن 5000 شخص دخلت مجموعة من الأمازيغ الفوج الأول، تحدثوا إلى السيد الكيب، أنزلوه إلى تحت، لكنه قال واعتذر أنه يتحدث إلى الناس لأن بأسباب أمنية، ولكن الناس يظنون أنه ليس لديه ما يقول، لأنه هذا التهميش طال كل الناس. كلمة من السيد الكيب. محمد، هل لك أن تستكمل ما كنت تخبرنا عنه عن نزول السيد عبد الرحيم الكيب إلى المتظاهرين؟ نعم، السيد عبد الرحيم الكيب عفوا اعتذر أكثر من مرة، أراد أن ينزل يقول، ولكن المشكلة الأمنية يوجد جمهور غفير هنا، الحقيقة ليسوا الغالب فيهم هم المتحدثين الأمازيغية والأمازيغ، ولكن يوجد لدينا إخوان من جميع المناطق، من ضمنهم إخوة من المنطقة الشرقية ومن الزاوية ومن سوق الجمعة ومن مصراتة وصبراتة كذلك ومن صرمان ومناطق مختلفة ومن سبها ومن أوباري، طبعا أنتم من الأمازيغ تحدث عنهم الإخوة يقولون يذكر اسمنا. معنا الأخ الآن من مدينة درنة، كان يهتف بشعار أعجب الجميع بالعربية، ربما يريد أن يعيد هذا الشعار وكذلك يتحدث عن سبب مجيئه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت نقول أمازيغ معاهم برقة ودك تنزل والله ترقى. برهان العبيدي من مدينة درنة. نحب أني نقول أن نحن يدينا بيد أخوتنا الأمازيغ، وأن نحن ليبيا واحدة، ليبيا واحدة، لا نريد الفرقة، لا نريد التقسيم، ولكن نريد حقوق الشعب، حقوق الشهداء، حقوق من ضحى، لا نريد الإقصاء، لا نريد التهميش، نريد الحقوق فقط لا غير. بارك الله فيك. نعم بارك محمد، الله فيك. كم عدد المتظاهرين في تقديرك؟ حوالي يفوق 5000 متظاهر تقريبا. معي أحد الإخوة من مدينة أوباري ويريد كذلك أن يلقي، يريد أن يعني يتحدث إلى التلفزيون، وأصر أنه هو يلقي كلمته. نعم، نحن هنا لنعبر عن مطالبنا المشروعة التي تلهج بها الجماهير من خلفنا والمتمثلة في ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترتها، وأيضا المتمثلة في حق المشاركة السياسية التي يبدو أنها غائبة في التشكيل الحكومية، التي تدل على أنها يعني قائمة على نفس المنهج القديم الذي عهدناه في النظام السابق، منهج الإقصاء والتهميش، وهو منهج مرفوض قطعا ويدل على انحراف في مسار الثورة، وهو أمر خطير جدا ونحن نستنكره جميعا. شكرا. الحقيقة يبدو الاستياء هنا عام، وأهم شيء الاستياء عام عند جميع هؤلاء الذين حضروا هنا، وهناك تخوف كبير بأن سيتكرر سيناريو القذافي من التهميش ومن الظلم ضد الأمازيغ، خصوصا يقول الحضور أن الحقيقة حتى الدستور الموجود الآن، الدستور اللي تعمل به الحكومة المؤقتة، لا يوجد فيه أي تنصيص لحقوق الأمازيغ، وكما ذكرنا سابقا لا يوجد أي وزير للأمازيغ، بل يوجد 3 فقط وكلاء وزراء، بل أحدهم مساعد وكيل وزير. هم يقولون نحن لم نخرج هنا لنطالب بوزارات أو يكون من لدنا وزير لكي لا يفهم باقي الليبيين هذا خطأ. مطالبتهم بالدرجة الأولى هي بالعدالة. إذا كانت الأمر بالكفاءة يقول أحد منظمي هذا البرنامج، فممكن أن تكون الكفاءة في منطقة واحدة دون أخرى، ولكن هم قالوا هي حقيقة ليست حكومة كفاءات وتكنوقراط، بل هي حكومة إرضاء للجميع، ولكن لا يوجد فيها الأمازيغ. عندنا أحد الأخوة من مدينة صبراتة يريد كذلك محمد أن أمادي يلقي نعتذر كلمة. نعتذر لعدم محمد، هل تسمعني؟ أنا جاي اليوم مع نعتذر عن ضيق الوقت. قالت مصادر مطلعة